في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بخريسية من توقيف 3 أشخاص يقومون بالسطو على الصيدليات. العملية جاءت بناء على معلومات تحصلت عليها الفرقة على الساعة 3 صباحا، أفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم بحي سيدي بوخريس بلدية خريسية، أين تم التنقل الفوري لعناصر الدورية التي كانت متواجدة بأحد الأحياء المجاورة. وعند الوصول تم محاصرة المكان وتوقيف 3 أشخاص في حالة تلبس، قاموا بالدخول إلى الصيدلية لغرض السرقة عن طريق كسر الباب الرئيسي للصيدلية. مكنت العملية من استرجاع كامل المسروقات المتمثلة في 294 قرص مهلوس نوع كيتيل، مبلغ مالي قدره 23 مليون و900 ألف سنتيم، والعديد من المواد الصيدلانية. أسفر التحقيق مع أفراد العصابة عن تورطهم في 15 قضية عالقة على مستوى إقليم الجزائر وبومرداس.